اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اكلم اللوير بتاعه بس يجي الاول؟ يا باشا الدعاري. يا لهوي بس بقى. هاي ويسو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعه كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعه هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلوه قوي علينا. طب اديها بالجزمه دي ولا اعمل فيها ايه؟ خالتي استني بس، ما هي عندها حق الصراحه، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير الراجل ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي قسامه هيسجن. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنيلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شويه، بس قالوا لنا هيخرج بكفوله، ده نوع من انواع العقاب. كفاله؟ اوكي، ايه الكفاله دي؟ تعبته. اقفل يا سود دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي بنوي جوز حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا يا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت. امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو، هي بس اللي من نفسنا مني شويه. انا ايه؟ ايوه من نفسنا مني، من ساعه ما شفتيني لابسه فستان الفرح وانتي مش طايقه نفسك. بس 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 فستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقول لك ايه يا بت انتي، انا خلقي في مناخيري ومش مستحمله ومش ناقصاكي، كفايه البتاع ده طايق على نفسي. ما هو طايق على نفسنا كلنا، انتي اللي مش متعوده. انتي مش عارفك يا بنت، انتي كانت متعوده ومش متعوده. اسكتي يا ملزقه يا متفتفه. ايه ده؟ ما تقوليش ملزقه يا متفتفه. اسكتي النضيف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح، انا تعبان. سلامتك يا حبيبي. طب اروح. يلا يا اخوي حط ايدك في ايدي كده، بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبده. مش مهم، ما تسمعيني زغروطه يا بت. ريحتهم رهيبه. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين مش راضيه تحمل الخسائر اللي على الباخره. الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. أنا؟ صرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح سامح سوري. شوف يا سيد وائل، أنا هلخص لك الموضوع في الآتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيتسكي وصيني كمان، ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص، تمام. قعد يزاوله في البحر، كسر عليه، يطير الولد، يطير روح. طب المنطق بيقول كده، فداه. في الثانيه لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي، قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. عارف جاب فلوس قد ايه تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي، مساله بمنتهى البساطه يعني، الحمد لله رب العالمين، زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شويه فلوس علينا وعليك مش اكتر يعني. ايه اللي حضرتك بتقوله يا استاذ عبد الله؟ استاذ عبد الله اتفضل. اهو اهو الملف اللي بيثبت صحه كلامنا مليون في الميه. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا سامح بيه، احنا شركة كبيرة، شركة عريقة. تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهة نظري انا الشخصية المسؤولية على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا معلش يا باشا، ثانية واحدة، مستر عبد الله ملوش أي علاقة بالموضوع ده. أشطر وأمهر موظفة عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول.
أنا؟ أيوة أنت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، إيه الكذب ده؟ مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وأنا حذرتك بدل المرة تلاتة، فاكر؟ لما كانت المجاري طافحة في أوضتك قعدت تقول لك خلي بالك الحمولة زيادة المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوة خليكي في نفسك؟ دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخرة بتاعت السويد يا عبد الله بيه فاكرها؟ الباخرة بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. أيوة. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف ب ت، صح؟ دي واحدة مجنونة جايبانها تسترزق في الشركة. مجنونة؟ طب انا هوريك بقى الجنانة اللي على اصله، عشان انا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده، اتفضل. عم 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 ده انا هوريلك. ايه رايك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رايي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. الحقيقة انا اسف اللي هقوله دلوقتي بس انا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها ان انا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن اكتر. يلا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده؟ كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعه وتسعه من الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه شقه زايد اول حاجه هتتباع. اه طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك لطيفه وبتطل على مستر عبد الله. ايوه شقه الزمالك بح. اوكي طب احنا هنعيش في شقه المنيره برضو كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي قريبين من وسط البلد وضل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكلة مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكلة انك بعد ما تبيع كل الأملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش أنا آسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا أستاذ باتريك. لا يا سي عبد الله ما تخافش، إن شاء الله يا أخويا مفيش حبس ولا حاجة. خد كل سيكسي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقة. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير فيه قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسلة وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شكرا يا بنت، شايلك العوزة. طيب المؤاخذة يا جماعة، يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظة. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان فيك. مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبد ال؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله، انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعة 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس.
او ماي جود، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقولك لفي وارجعي، احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا، مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين هتودينا في داهيه؟ مثلي، ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي، مش هينفع، مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا اتنين متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش، هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا لا لا، بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنا بقى هعرفك أنا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل، قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط؟ في حاجة؟ ثم أنت إزاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ صباح الخير. ازيك يا سعادته؟ وحشتيني. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ معلش سود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا اخويا، اقعد. اقسمكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها، ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا بحبس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، رهيب زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقامه صداقات مهونين عليا كتير. بقول لك ايه يا سعد؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنى ضايقك يا سي عبده؟ ضايقك قول، ما تتكسفش، ما انا قصي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا، انا راجل، راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ لا، بمعنى اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيميا من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10 15 الف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض، انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها، خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا.
هعيش معاكوا فين انتي اتجننتي؟ انتي تطولي جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي، هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعبدو؟ لا يا حبيبتي، في الكنافة، احنا بنتعرف كعيلة بنحب الكنافة او بنعشق الكنافة. وحشتوني قوي قوي، تعرفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متأكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير؟ احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه الداد ازاي؟ هاو فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بلا، لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي، حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى المقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي؟ هاو ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. اه مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندو وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المساله صعبه، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقه الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عماره اسمها عماره الدمنهوري نسبه لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه يا بنتي؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره، الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه.